السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من على شاشة الفرات الفضائية وبرنامج سوالف عراقية. اليوم أيضا معانا شخصية أكيد راح نتعرف عليها من خلال هذه البطاقة التعريفية. أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بالأستاذ حسين الساعدي صاحب مهنة صناعة الأحذية. الله يحفظك. أهلا ومرحبا. أهلاً رمضان حسين. مبارك عليك. أهلا حسين. وعلى عائلتك وعلى كل أحبابك. الله يحفظكم. أهلا ومرحبا. مهنة صناعة الأحذية بالبداية، هذه المهنة شو وقت بدأت عندنا بالعراق؟ شو وقت امتهنت هذه المهنة؟ هي المهنة قديما يعني من أيام الستينات أو قبل الستينات، بس أنا باعتبار يعني دخلت هذا الصنعة بال 72. إيه. كنت صانع؟ أول ما يجي واحد للمصلحة مالتنا يتدرج بها كصانع صخر أولاً، ومن ثم نيم خلفه ويصير خلفه ويتدرج بعمله هذا. زين، هذه بأي سنوات تقريباً؟ يعني؟ بأي سنوات؟ يعني أي سنة بال 72 تراودت هاي المهنة. كنت متوارثها؟ أحد قال لك روح صير صانع؟ لا، عندي خالي كان يعني يشتغل بها، وخالي الثاني هماتين كان مباته يشتغل بقيته. فمن هذا الشيء أنا حبيتها وجيت لها. يعني نقدر نقول أنه هي متوارثة أو أكو أحد بالعائلة؟ تقريباً. إيه تقريباً متوارث. كانت عوائلنا بالسابق شو يسوون بالعطلة؟ يدزون، يمكن أنا سولفناها أنا وأحد ضيوفي بالبرنامج، يدزون أولادهم يتعلمون فد صنعة، فد مصلحة. مصلحة. إيه، لأن باعتبار الناس كانت تعبانة يعني ماديا وظروفهم صعبة، فيتجهون إلى العمل يتعلم له مصلحة. يعني أيام العطلة، زائد أيام المدرسة مالته. أيام العطلة تعلم له يعني مصلحة ثانية. هاي كانت ماشية قبل. إيه ماشية. انت همينة يعني في يوم الوالد قال لك لازم تتعلم مصلحة، تتعلم لك مهنة تفيدك بالمستقبل؟ لا طبعا، هو الوالد همات لأنه هو رجل بنا معماري، فما يعني باعتبار ما يحددنا بهي شيء هذا. بس يحثك دائما، يحثك يقول لك يعني لازم تتعلم لك شيء، يتعلم لك مصلحة يعني تفيدك بالمستقبل. إن كانت المصلحة يعني لها فد يعني فد مكانة، مصدر رزق. إيه. يعني شغلة مادية تعتبر. إيه. كان الوضع الاقتصادي يعني يتطلب انه واحد يتعلم. الوضع الاقتصادي مال العراق ناس كانت تعبانة. إيه. هاي المهنة انت بقيت عليها من اي سنة؟ من 72 لل 2003 تركتها؟ تركتها. ليش تركتها؟ تركتها لان البلد مرت بظروف صعبة، وال يعني ماكو حماية اقتصادية، يعني حماية لمصلحتنا ماكو. يعني الدولة لا أبالي بها، يعني جابوا الصناعة الصينية. خلينا نقول المستورد أثر على مهنتكم. المستورد يعني عندنا هسه تقريبا ب70 دبخان احنا بالنهروان متوقفة. هاي معامل؟ يعني معامل تصنع الجلود مالتنا، لأن الجلود العراقية كانت طبعا لها أثر كان يعني كبير. مو ماركة. نعم صح. يعني الفرنسية والعراقية نفس الشيء كانت. ايه. انتوا المادة يعني الخام مالتها؟ دول الجوار هسه يعني لحد قبل السقوط تركيا وسوريا يعني الجلود مالتهم كلها من عندنا. وصار غزو من المستورد ايضا. المستورد قاموا يجيبون الصيني. ينافس هاي البضاعة. يجيب لك لا يعني نماذج عراقية يودوها للصين، يقول له يعطيني يعني فشي رديء. يعني مو شنو يبيعوا باستهلاك، يعني مادة استهلاكية. سوقي يسموه. صح؟ سوقي. والمعامل مالتنا أكثر من 200 معمل احنا بشارع الرشيد والحيدر خانة، يعني انتهت كلش، ماكو يعني يمكن 3-4 معامل هسه حاليا والباقي ميتة. ماكو هسه المعامل تشتغل مال الجلود؟ ماكو. صناعة الأحذية؟ ماكو. ما عندنا أي ماكو صناعة. ماكو تقريبا 4-5 معامل.
زين يعني حاليا ما عندنا اي صناعه للاحذيه، ماكو والحقائب موتوها موتوها يعني أحزنة. السراجه والجنط والسوق السراي متوقف يعني كلها متوقفه. انا هم على اتصال يعني نوبات يعني كل شهر كل شهرين اروح اشوف المعمل مالي يعني صار خربه. كان واحد يتمنى بانه غرفه تصير عنده على مود يشتغل بيها زين. يعني انقطع مصدر رزقكم؟ رزقنا انتهى ماكو. هسه احنا اغلبيه العالم وين اتجهت؟ البيع شراء بالسوق. تغيرت المهنه؟ تغيرت المهنه يعني منها اكو ناس مثلا راحوا طوعوا على الجيش على الشرطه. اكو فد اماكن معينه كانت مختصه هنا في بغداد بصناعه الاحذيه؟ صناعه الاحذيه عقد النصارى يسموه شاعر في حافظ القاضي، من حافظ القاضي للحيدر خانه يعني هاي كلها اختصاص احذيه. قلت لك اكثر من 200 معمل احنا كنا هناك يعني، وناس ارزاق يعني ارزاق يعني مو كل معمل يتناول به تقريبا 50 عامل 25 عامل كلها توقفت هاي. وكانت هذه ايضا مستقطبه عدد كبير من الايدي العامله طبعا يعني اقل معمل به 25 اقل معامل يعني تسرح الكثير حتى من العمال يعني المصريين في فتره ال 81 في زمن الحرب مع القادسية بوقتها يعني عمالنا مصريين كلهم يعني ولدنا كلهم راحوا للجبهة وجابوا لنا مصريين شغلناهم عندنا. وحاليا عقد النصارى ما بيه ولا محل ولا مصنع ولا معمل ولا اي شيء؟ ما خرب يعني حد قبل اسبوع انا مريت على اشوف معملي منتهي يعني معمل واقع. هو المستورد اثر عليكم هوايه؟ هو المستورد لان ماكو حمايه، حمايه لانتاج العراق ماكو. زين معملك قلت صار خربه. اي خربه يعني بوقتها قلت لك واحد يتمنى بانه غرفه تكون عنده في منطقه شارع رشيد غرفه يشتغل بها. زين زين احنا عندنا معامل اكثر قلت لك من 200 معمل ماكو موتها، بقيه هسه ماكو، كلها المعامل صارت عباره عن خربه بعقد النصارى. منو كان يجيك يطلب فد شكل معين، ديزاين معين، ستايل معين، فد اسماء بارزه مثلا، فنانين، شعراء، ناس معروفه؟ والله كانوا يمرون يم بوقتها كنت بزمن بال 84 كانوا على مقربه الولد يمرون عندنا كاظم الساهر وكاظم اسماعيل قاطع بوقتها الله يرحمه. يعني شخصيات فنيه، شخصيات ادبيه. اي هم هذول الناس شعراء كانوا يتردون يم استاذي بوقتها. يسموه نور ابو صباح. هذا يتردون يمه دائما الشعراء. وكنت حضرتك صانع عنده؟ انا كنت خلفه مو صانع. ها. اي بالخلفه يعني يكمل حذاء الكرمين. اي. كانت الماده الاوليه من العراق. الماده الاوليه كلها عراقيه. زين. اي. ابد ما تستخدمون المستورد؟ ابد ما اكون مستخدم، بس يعني يسوون نماذج ماكو قالب. القالب يجيبون المواد الاوليه من الخارج ويصنعوها هنا بالعراق. زين هاي ديزايناتها اشكال شكل الحذاء. الحذاء؟ من وين تستوحيها؟ من وين تاخذ الفكره؟ يجيبون حتى تواكب الموضه وتواكب. كتالوجات تجي من الخارج. واحنا على غرارها نرسمها ونقص الموديل ونكملها. يسموها بساية يعني الاطار الوجه تكرمين مال العذاء يسموها بساية. هاي المجلستي قصها. ها كان استاذي هو بوقتها نوري هاي الولد اللي تردون يم هذول الشعراء شعبيين. وقلت لك بوقتها كان المقر مالهم بوزارة الدفاع القديمة. نعم. اي عندنا بشير العبود كان مسرح العسكر بوقتها. زين. يتردون يمه. نسمع دائما انه اغلب المهن بالعراق او في بغداد يمتهنها اليهود، صحيح؟ لو مو شرط. هي المنطقه يهوديه بالاصل. عقد النصارى. ويمتهنوها اليهود لو ما لها علاقه. لا ما لها علاقه، بس منطقه هي مالتهم هاي كانت. فصار نزوح من الحجر خانه الى عقد النصارى. هاي بالسبعينات، بال71 70 71 تحولوا لعقد النصارى، كانوا بالاصل هم بالحجر خانه. شلون كان راي الزباين بصناعتكم؟
شلون؟ رأي الزبون بصناعتكم؟ الصناعة كان عليها طلب هواي؟ الصناعة العراقية يعني كانت يعني هي والإيطالي سوى يعني أول جلود مالتها جلود طبيعية يعني هنا هم عندنا دبخاين كانت بالكاظمية بوقتها بعدين تحولت بال81 تحولت للنهروان يعني قلت لك تقريبا بال70 دبخانة بالنهروان يعني صرفوا عليها ملايين دولارات ذيك هي تركت بعد كش ماكو أهلها هجروها أو أصحاب العمل ماكو عمل ماكو عمل ما حاولتوا ترجعون تشتغلون من جديد؟ الصيني يعني سيطر فد مرة علينا ما حاولتوا تشتغلون من 2003 لليوم؟ من 2003 لحد الآن احنا هيك قليل يعني الناس اشتغلوا يعني هذا كان يشتغل له 20 دسة بالأسبوع أو 30 دسة يشتغل له هسه 5-6 دسات زين يعني أصلا ما تشتغل تقريبا ماكو نسبة لا ماكو توقف هذا كان شعر رشيد يعني إله فد ميزة خاصة العصرية يعني الحركة العمرانية به الوضع الاقتصادي يعني كان وضع مو طبيعي هاي من سقوط البلد لحد الآن كنتوا تستخدمون ماكينة؟ لو تصنعوها يدويا؟ لا مكاين شلون تصنعوها؟ نصنعها بيدينا هندازة نقصها المودين نقصها وبعدين نسوي على شكل وجه الحذاء كرمين نجيب القالب ونجرب الدين بس ايش قد تستغرق؟ ايش قد تاخذ منكم وقت؟ يعني باليوم يعني ايش قد انتاجكم مثلا يوميا او اسبوعيا او ما اعرف شلون انتم تحسبوها؟ المعامل كانت مو شرط يعني معمل ينتج 10 دسات يعني حسب الطلب؟ حسب الطلب ندز للجمله وهي الجمله ياخذوا هاي بال يمسوك السراي هذا السوق العربي كان عليها طلب وسحب هواي اي محافظات العراق كلها تجي عليه يعني عندك بصره عماره ناصريه الموصل الشمال يعني هاي كلها تجي البغداد هسه نهائيا ماكو طلب هسه نهائيا ماكو يمكن لان صار الاسهل انه يروح للسوق يعني خاصه في هذه الايام ماكو برمضان يعني برمضان يعني تصوري انبات احنا بالمعامل على مود لانه موسم ورا عيد اي دسه زايده حتى النزله اللي اذت العالم بوقتها صارت برمضان عالم السوقه طلعوا الماي مال النزله مال مقابل الغذاء بوقتها واذوا العالم حاليا ماكو انتاج ابد لا ماكو انتاج تقريبا حاله حال المصانع والمعامل العراقيه اللي انقلقت ماكو يعني لا جنط لا سراجه لا احذيه زين الماده الاوليه او الماده الخام مالتنا وين راحت؟ جامده ماكو قاعده يطلعوها هسه للخارج الجلود مالتنا يدبغوها ويطلعوها طلعوها تركيا سوريا شنو ذكرياتك عن عقد النصارى بالسابق؟ عقد النصارى يعني عشت وعن المهنه وعن الناس اللي عاشرتها والناس اللي عرفتها والله كانت الحياة حلوة يعني انت لما تطلعين بشاعر رشيد النظافة مالته الوضع ماله المصنع يعني تروحين منها البيت تجي ب 15 فلس هاي كانت المصنع تجي من ساعة جمال عبد الناصر ساعة الاندلس نهاية مدينة الثورة ومدينة صدام كانوا يسموها مدينة الصدر حاليا مدينة الصدر 15 فلس يعني الحياة بسيطة يعني كان اسبوعيتنا يعني بدايه عملنا دينار ونص دينار ونص يوميه درهم انت تخلصين يوم اسبي كله تغدين ب 25 فلس تروحين ب 15 فلس البيت الحياه كانت بسيطه خير يعني حياه هاي خاصه بال 74 يعني ناس اكلت خبزه واستقرت الحاله الاقتصاديه مال البلد أستاذ روح لفاصل ونرجع لحضرتك نعم سهلا فاصل ونرجع
نرجع لكم، نرجع للاستاذ حسين. استاذ حسين اهلا بك. مفردات او كلمه صانع الاحذيه ليش مزعجه عند البعض، مع العلم انه هي مصدر رزقه وحالها حال كل المهن المحترمه؟ صحيح. لا هي ولا اول ما يجي واحد يعني صانع، يعني بدايه صنعته بالعمل ماله، مو في ممكن يعني البعض يستنكف منها. لا عادي كانت عندنا يعني. احنا لما كانوا مثلا يدزك على حاجه يجيب له شاي او يجيب له فد حاجه معينه، يعني هاي مو فد شيء. هسه ممكن البعض حاليا ينتحس اذا، خصوصا هاي شبابنا الصغار، اذا تدز على شغله شويه تشوفه تحسه ثقيل او ما يمشي تقريبا، او ينتحس او يقول شنو كل ساعه مودين وجاي. تقريبا جيل الستينات والسبعينات يختلف عن هذا جيل التسعينات. هسه يعني انت عندك بعائلتك لما الصخري ما يقبل ينزعج، يشمئز او ينزعج ما يقبل. يستنكف يستنكفون احيانا. يقول لك كانت كبير شنو كل ساعه مودين وجايبني. قبل انتم ما عندكم هيك؟ لا احنا ما عندنا، احنا يعني نتمنى بانه ابونا يدزنا بحاجه على مود نجيبها له، او حتى رب العمل ما عندك مشكله اذا دزك على في المكان. هذه اي حاجه نجيبها له، يعني نجيب له شاي، نجيب له اكل، هواي هواي شغلات نجيبها له. يعني ابو العمل هو غير مسؤول علينا، ويعلمنا. يقول لك الشخص اللي يعلمك يعني يكون واجب عليك، مو طبعا شيء. قصصك اللي عالقه ببالك، احنا حاليا سواء في مدينتك في طفولتك مثلا او ذكرياتك. انا طفولتي تقريبا خلصتها بعلي بن نصارى. كانت يعني منطقة مفتوحة عقد النصارى، عوائل يعني العصرية تلقيها قاعدة بيبانها، يعني هاي منطقة العمار هي أصلا سكنية كانت. وجت زحفة المعامل الأحذية من حيدر خانة العقد النصارى، يعني هذا عقد النصارى كانت بكنيسة، وكانت العوائل متداخلة. يعني شوفين البيت البغدادي كل خمس ست عوائل هم بخان معين، كانت بيوتهم خان، يعني هذا الخان بيه مثل اربع خمس عوائل مسيحيين اعتيادي متعايشين، يعني كل واحد ماخذ له غرفه وقاعد. وهاي منطقه العمار كانت بوقتها اكو كنيسه يمنه، هاي الكنيسه الصوري تقريبا بيها عشرات العوائل مستقرين وقاعدين. واحنا احنا جماعه هم احنا المسلمين هم داخل وياهم اعتيادي. زين نوبات تصير عندهم، كانت بيناتكم الفه يعني مو طبيعي، مو يعني مو طبيعي كانت علاقتنا بهم. احنا خاصه من منطقه مدينه الصدر حاليا من الثوره شويه وكحين. هم المسيحيين هم رقيقين دائما. فنتداخل وياهم معاركنا وهاي احتياد، يعني حياه حلوه بدينا، يعني طفولتنا وياهم وين المسيحيين. هاي كان عندكم اصدقاء منهم؟ اي هواي، يعني لحد قبل السقوط احنا كنا يعني نتخالط بهم ونجي عليهم هواي، بس اغلبيتهم من السقوط اللي جاي تقريبا سافروا. قصص اليهود طلعوا. اليهود تقاليدهم عاداتهم بعقد النصارى اللي هم سكن الاصلي. يعني اليهود احنا ما عرفناهم، بس من صارت حادثه اليوم صار انفجار منطقه ساحه الغرير هسه حاليا، ماكو بظاهرها اكو كان معبد يهودي، بس احنا ما نعرف به لان صغار، احنا ما نعرف هاي الحكي قبل الثمانين او بدايه الثمانين صار حادث وين الاطفائية مال شارع النهار. هناك كان عندهم معبد يهودي، فجاء فلسطيني سوى انفجار عندهم، يلا عرفنا بانه هذا كان معبد يهودي. هاي ساحة الغرة كانت ساحة مال سيارات. سامعين شي عن عاداتهم؟ ونلعب بها طوبة. عاداتهم تقاليدهم عوائلهم في بالك شيء؟ او اليهود ما نعرف عليهم، بس المسيحيين احنا المسيح شلون كانت طقوسهم؟ كانت لهم فد طقوس خاصه؟ صح طقوسهم خاصه، هاي
طقوسهم الخاصة بالكنائس مالتهم. مثلا بالأعياد بالمناسبات. أعيادهم احنا تقريبا نخالطهم يعني نطب نلعب وياهم. هم يعني كلش ناس رقيقين ترى المسيح يعني فد أخلاق وهادئين وماكو هيك. حاليا مهنة صناعة الأحذية انتهت. حاليا منتهي بالعراق. قلت لك أنا ذاك الأسبوع مريت للعمار على مود أشوف معملي وخذت لي فرة بشكل ما يقول. يعني ماكو لا عمل أكو ولا كل شيء. والبيوت كلها هاي البيوت القديمة مال عقد النصارى أغلبيتها خشب، وهذا من ينترك الخشب يتاكل ويوقع. صح. يعني هسه انا رحت للمعمل مالتي قبل اسبوع قلت لك لقيتها واقع فد مره. زين هذا اللي جبناه بدم قلوبنا بشكل ما يقول. يعني حرمنا عوائلنا من بيوت سكن حتى تشتري معمل. على مود اشتري لي معمل انا عندي بيت يعني بالمدينه بوقتها بعته على مود اخذ هذا المكان. تالي ما تالي كل شيء ما حصل. ما استفاديت شيء من مهنتك لو انت ما ندمان عادي يعني مارست مهنتك فتره معينه وراح الوقت. اي راحت في وقتها. اي راح وقت. يعني صور 32 سنه من عمرنا راحت بلاش. عاده ابو المصلحه او ابو المهنه هو اللي يصمم من نفسه ولعائلته؟ اي ما يشترون؟ لا ما يشتري. ما يشتري لحد قبل السقوط احنا ما نشتري. كل عائلتك؟ كل عائلة. أولادك مناسباتكم؟ أولادي بناتي وحتى القريبين علي يعني مو بس عائلتي يعني أخواني ولد أخواني العائلة الأكبر كلهم. ما يشترون؟ لا ما يشترون. أنت صمم لهم لو هم حسب طلبهم لو شنو حسب ذوقهم؟ لا هم يردوا شنو أجيبها. أجواء رمضان قبل اختلفت عن هسه؟ إي طبعا رمضان قبل كان له طعم يعني خاص. شنو اللي اختلف؟ اللي اختلف بي هو العفو البشر اختلف مو حتى الوقت ما تغير. هو نفس رمضان بس البشر اختلف. طفولتكم بهذه الايام المباركه شلون كانت؟ احنا هسه هم نشوف اكو تواصل بين الناس وقت المغربيه لعله هو هذا اللي احنا دائما عالق في مخيلتنا انه هذه الصوان اللي تطلع من البيوت وتدخل للبيوت بيوت الجيران هاي بقت الصوره محافظه على نفسها تماما. هاي في بس بالمناطق الشعبيه بس. يعني عود ياهل كان ماكو هيك. بس تقريبا هسه تقريبا الوضع تغير. بدات الناس ترجع لنفس عاداتها القديمه. لو ما تشوف هيك. والله ما اشوف هيك. ما اشوف هيك. كانت عندكم مواسم اكثر بالسنه تشتغلون بيها؟ كانت عندنا مواسم مثلا السنه الدراسيه. اي مثلا يخلص رمضان عندك ورا اسبوعين ثلاثه تبدين تشتغلين للعيد الاضحى. صح بانه عيد الاضحى يصير السحب ماله قليل ها بس انت تشتغلين. وراها ورا عيد الاضحى بفتره تقعدين مثلا شهر يسموه كساد تريدين تشتغلين موسم الدراسي. انتم حافظيها يعني هذا الجدول حافظيه؟ اي حافظيه يعني سنه 12 شهر احنا نشتغل ماكو يعني وقوف ماكو. يعني بس فتره تموز واب هاي يسموها كساد بس احنا يعني هاي الفتره مال مواسم الاعياد يعني خير من الله واحد يشتغل. لا انت تتمنى ترجع هذه الصناعه طبعا وتلاقي رواج من الناس والله بدل من المستورد. هو المستورد اصلا احنا لحد الان نروح هناك نسوي احذيتنا تكرمين. يعني ما نشتري هذا مشمع هو كله مشمع جلد طبيعي الجماعه ماخذيها علينا جلد طبيعي هو هن مشمعات. هسه اذا تريدين تشتغلين المواد تكلفك يعني اذا صنعين زوج الحذاء يكلفك مواد مكلفه الماده الخام. ها الماده الخام مكلفه. اي مكلفه. ايه. يعني كنت استوردها وترجع الصنع. يعني اذا تكملين لي جلسه مثلا ب 40 الف دينار انت تشتريها ب 30 الف دينار زين
ولام لأخو نفسي سولا. أستاذ حسين، بنهاية اللقاء أنا سعيدة بوجود حضرتك في البرنامج وأشكرك شكرا جزيلا. شكرا لوجودك، ورمضان مبارك مرة ثانية. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقة قادمة. مع السلامة.